طيب عطونا هنا معش سحس ايوه يعطيك العافيه، عطونا النقاط حقت الشباب على الشاشه علشان كل واحد يكون في الصوره علشان نشرح الفكره للي ممكن يعني نسي من فقره واليه البورصه. لكل شخص النقاط الظاهره له الحقيه انه يختار في كل حلقه 3 منتجات، وهذا الشيء اختياري، يعني اذا يبغى ينزل منتجات جديده في متجره او لا. فاعطونا النقاط للشباب على الشاشه علشان الشباب يكونوا في الصوره. اي هات هات هات. الله جاي من الكنترول، الله يبيض وجهك، حتى الورقه بقي حار. سم على الشاشه. طيب النقاط الحين على الشاشه. الشباب تقدرون تشوفون نقاطكم، ما شاء الله يا معجب ما شاء الله. ولا بس العزيزي وينه؟ سلامات بسم الله عليه. الله يجمع له بين الأجر والعافية. طيب حباني، طيب شوف الرصيد، بناء على الرصيد هذا تقدر تقرر انك تشتري منتجات اليوم، وبناء على هذا الرصيد انك تقدر تخش معنا في المزاد. فرصيدك يحدد يعني الشيء اللي بتشتريه وتقدم عليه الليله. محمد جابر ليش زعلان؟ ليه محمد 14000 نعمه، تعال. الحمد لله. ها؟ ليش طلعت زعلان انت؟ لا والله منها ما شميتها. بس طالع انت بتهاوش حد ولا ايش؟ لا والله بس اني رحت هناك وجيت يا حبيبي. الله يطول، وخارجين من الشر اللي طلعوا من ابراهيم. شر ما يجيك.